أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد تجمع أعوان الصحة معلنين عن دخولهم في إضراب ورافعين شعارات مطالبة بتحقيق عديد المطالب المهنية، مطالب قديمة جديدة تراجعت وزارة الإشراف على تفعيلها رغم الاتفاقيات المبرمة على حد تعبير النقابة. نفذ أعوان الصحة بكافة ولاية سيدي بوزيد بمعاية زملاء في كافة تراب الجمهورية وتطبيقا لتعليمات الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة إضراب كافة أعوان الصحة بكافة الأصناف. إضراب كان ناجح نسبة مئوية في سيدي بوزيد كانت بنسبة 98% دفاعا عن المطالب المشروعة والمزمنة لأعوان الصحة وأمام تنصل سلطة الإشراف من جميع تلبيت جميع الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاقية 6 فيفري. وبقدر ما يبارك أهالي الجهة قرار إحداث كلية طب بسيدي بوزيد بقدر ما يطالب جميع المتدخلين في قطاع الصحة بتفعيل ذلك حتى لا يبقى حبرا على ورق، سيما وأن هذا المطلب رفع منذ سنين. وكما استبشرنا بقرارات سلطة الإشراف الأخيرة بإحداث كلية طب، ما زلنا نتطلع إلى إحداث مستشفى جامعي بسيدي بوزيد. فيما يخص قرار احداث كليه الطب بسيدي بوزيد، هو مطلب هذايا لاهالي جهه سيدي بوزيد منذ النظام السابق كنا طلبنا به، واذا كان يحبوا يرجعوا للتسجيلات توجدوا اللي في كل اجتماع فيه مزج جهه ولا صحه اللي طلبنا بكليه الطب في سيدي بوزيد نظرا لحاجات كليه معناها الجهه لهذه الكليه. الولايه سيدي بوزيد هي ولايه كبيره فيها 420 الف ساكن، فيها العديد من المشاكل الصحيه، فيها نقص في الإطار الطبي والتجهيزات وليس بها مركب جامعي، ولهذا هو ضروري باش نعمل كلية طب في سيدي بوزيد. إضراب ناجح في قطاع الصحة بسيدي بوزيد بحسب المصادر النقابية إضراب يأتي في إطار تحرك وطني لدفع وزارة الصحة نحو تفعيل عدد الاتفاقيات.